هذا هو المطل كوفي شوب، هذا كابتشينو، هذه الشعلة ذكرى للألعاب الأولمبية اللي جرت هني في اللي جرت في النرويج سنة 94، وهذه الإطلالة الرهيبة. بقرب بس بسوي زوم، هذه أوسلو تحتكم، هذا المطل توصله بالمترو. بقول لكم اسم المحطة اللي تاخذونها، يعني القطار مي القطار، بس قطار المترو فقط يا اخوان. تاخذ تذكرة، التذكرة 24 ساعة فأفضل، تركب بها جميع الباصات وجميع والمترو لمدة 24 ساعة. أعطيكم رقم أنا وصلت. هذا هو المطل اللي أقول لكم عنه، تقدر توصل بالسيارة، بس أنا وصلت بالمترو. هذا يطل على أوسلو، بعطيكم بعدين اسم المحطة. الشعلة يبغي لنا كابتشينو هني على هالإطلالة الحلوة. يا رب يا رب. هذه المنصة الأولمبية، منصة التزحلق اللي كانت في 94، طبعا يتم استغلالها صيف وشتاء في ألعاب ثانية. أوسلو ألعاب الأولمبية، الحين حاليا عندهم سوبرمان، نزول سوبرمان، بنصور لك محل يوم بينزل واحد، ناخذ لقطة المكان. ترى تقدر توقف سيارتك هني في المكان، توصل بالسيارة العادية أو بالمترو تقدر توصل بعد. هذا واحد نازل، هذا هو نزول السوبرمان. للوصول إلى هالمكان، هذا هو العنوان، تكتبون هالكلمة هول مول كولين في جوجل ماب ولا جوجل إيرث. الشمس مني أوضح. هذه الكلمة تكتبونها في هالمكان هذا، بقول لكم كيف توصلون بالأندرغراوند. مكان حلو للتمشي، جلسات والكوفي اللي تحت هناك، وما طل على أوسلو. يلا وراي واحد الكوفي قدام شوي بس 300 متر. فيه الشعار، شوف شعار بصراحة حلو ومعبر. تغاطى أخيرا، تغاطى أخيرا قبل الرجوع إلى أوسلو. بسوي زوم، هذه المحطة يا إخوان اسم المحطة اللي تنزلون فيها. تطلعون من أوسلو الخط الأزرق إلى هالمحطة، تنزلون هني الخط الأزرق رقم واحد، تنزلون هني، تنزلون تطلعون سيدة دقايق ولا أنتوا عند المنصة وعند الكوفي. تنزلون طبعا الصوب هذاك، تمشون. يلا نشوفكم في أوسلو إن شاء الله، انتظار القطار اللي رجعنا الى أوسلو. 5 دقائق. ماراثون اليوم في أوسلو من امام دار البلدية، وحاليا حال وقت انطلق الماراثون.
أظن كل النرويج موجود به ما شاء الله. شجرة التعارف موقعها خلف القصر الملكي. المحطة المركزية للقطارات في أوسلو يا إخوان، هذا القطار اللي يروح إلى مطار أوسلو. بس شوفوا في القطار كيف القطار اللي بي محددين لك وين المعاقين، وين عربات الأطفال، وين القسم اللي ممنوع فيه الكلام، والقسم وقسمين عادي يتكلم فيهم. شوفوا A حق المعاقين وحق العربات، B بتجلس احذر تكلم مع اللي جنبك. مكان هني في القطارات هني في الدول الاسكندنافية أقسام للأماكن الصامتة، ما يبغون أي إزعاج. تبغي تتكلم مع رفيجك روح على دسي ولا الدي. ياخذ تقريبا 22 دقيقة، يمر 4 محطات تقريبا بين المطار. أسرع وسيلة هاي حاليا الساعة 6 وشوية، 26 بيوصل. وصل على الوقت، شوف علامة الطيارة. أنا طبعا بروح قسم الحشرة.